احترام، نواصل تقديم هذه الفترة الإخبارية الآن مباشرة من مقر وكالة عدل، وعقد اتفاقية بين الوكالة وأنساج لتكفل بتسيير ما تنجزه وكالة عدل. طبعا موفد قناة الشروق نيوز ياسين حمدي من هناك يوافينا بأهم التفاصيل. مرحبا بك ياسين. صباح الخير زميلي عبد صباح الغفور، النور. صباح الخير مشاهدينا الكرام. تواجدك مع اسلفت زميلي في مقر الوكاله الوطنيه لتحسين السكن وتطوير عدل. انا تم توقيع الاتفاقيه تنفيذيه بين الوكاله اونساج ووكاله عدل. لتفاصيل اوفى يلتحق بنا في هذه الاثناء السيد طارق بالعربي المدير العام لوكاله عدل لايفائنا بمزيد من التفاصيل. صباح الخير سيدي. صباح الخير. هل لك ان توافينا بفحوى الاتفاقيه الموقعه صباح اليوم؟ احنا اليوم نقوم يعني بعد ما تم الامضاء على اتفاقيه يعني كونفنسيون كادر ما بين وزاره السكن والعمران والمدينه والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات الصغيره والمتوسطه. نقوم اليوم بامضاء اتفاقيه يعني كونفنسيون دابليكاسيون اللي نجسد هذه الاتفاقيه على ارض الميدان على 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 في على ارض الميدان لنجسد هذه الاتفاقيه على ارض الميدان ونمشي يعني بور انستالي لي زونتربريز اونساج بور انستالي لي زونتربريز دونساج يعني على 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 في احياء احياء سكنه عدل. هذه العمليه قمنا بها لتحسين هاد لا بريستاسيون يعني لا بريستاسيون تاع لا جيستيون دي سيتي اديال. بعد الشكاوي اللي كانت من عند المكتتبين قمنا بهذه العمليه كحل لاخذ بعين الاعتبار هذه الشكاوي اللي كانت. لانستالاسيون دي زونتربريز اون سيرج تم الاتفاق يعني الامضاء اتفاقيه اليوم، اتفاقيه اللي يعني راح تضمن المؤسسات الصغيره والمتوسطه المكلفه بالتسيير يعني الاحياء فيما يخص النيتواياج، فيما يخص لا سيرفيونس، فيما يخص صيانه العمارات، صيانه العمارات تضمن لهم يعني ان بلون شارج على المستوى الوطني لمدة يعني الاتفاقية الكوفر ربع سنوات. يعني هذا شيء جميل نقوم به مع وكالة لونساج، حاجة جديدة يعني اللي نحسن بها لا بريستاسيون، وماشيين في اتفاقيات اخرى اللي راح تمس دوتر بريستاسيون ان شاء الله. هل ستكون هذه الشركات الصغيرة المتوسطة التابعة لونساج بديل لجست ايمو؟ بديل تقريبا يعني احنا راح نلاحظين يكون كاين المؤسسات الصغيره والمتوسطه راح يكون مسؤول حي فقط، يعني لا بريستاسيون تاع لا جيستيون ايموبيليير يعني لا بريستاسيون تاع التسيير الحي راح توكل الى المؤسسات الصغيره والمتوسطه. فيما يتعلق بالتسجيلات الأخيرة التي فتحت بعد فتح الموقع عدل التي سمحت ربما بتسجيل أكثر من 100,000 مكتتب الدفعة الأخيرة في هذا المشروع، أين وصلت العملية؟ احنا قمنا يعني في 28 نوفمبر كما كان وعد وزير السكن والعمران والمدينه انه نهايه نوفمبر تكون اغتيال المواقع بالنسبه للمكتتبين المتبقيين. قمنا بفتح الموقع اليوم كنا ندير يعني ان بيلون 82% من المكتتبين يعني من 100,000 مكتتب اللي اتيحت له الفرصه باش يعني هما اخر 100,000 مكتتب اللي ما كانوا ما داروش لو شوات سيت اللي اتيحت لهم الفرصه باش يديروا لو شوات سيت. 82% من المكتتبين الان قاموا باختيار الموقع يعني وتمت لا فاليداسيون تاع الاختيار نتاعهم. الموقع راح يبقى مفتوح حتى ننتهي يعني نمد الفرصه لاخر مكتتب انه يقوم بعمليه لو شوات سيت. يعني في 4 ايام 100,000 مكتتب 82% منهم يقوموا بعمليه الاختيار، يعني هذا يدل انه العمليه مشات بطريقه جيده، ما كانش فيه يعني مشاكل كبيره تذكر. نمد على سبيل المثال في الجزائر العاصمه 42,000 مكتتب قاموا بعمليه الاختيار، في ولايه وهران 3,100 مكتتب قاموا بعمليه الاختيار، يعني العمليه الان تمشي بطريقه احسن. هل دفعت اكثر من 100,000 مكتتب هل مشاريعهم جاهزه ام انطلقت ام ليس بعد؟
لا بطبيعة الحال احنا ما نقدرش ندير يعني اختيار موقع بلا ما يكون المشروع يعني مجسد على ارض الواقع. يعني ال100,000 مكتتب اللي قاموا بعملية الاختيار هذا بمعنى انه تم تجسيد على ارض الميدان على ارض الواقع ال100,000 ساكن هذه في على المستوى التراب الوطني. شرعت منذ مدة في ارسال اعدادات للشركات المتقاعسة في مشاريع عدل، اين وصلت هذه العملية؟ احنا ماشيين اون اكزيكوت لي كلوز كونتراكتويل بطبيعه الحال. يعني اي مؤسسه ما يكونش فيه احترام في اجل تسليم السكنات اللي متعاقدين عليها فيه القانون يعني اللي يتيح لنا انه ندير اعدارات المؤسسات هذيك، ولكن حتى نمشي باش نقوم فسخ العقد نفسخ العقد يعني ما نقدرش نخلي مشاريع وكاله عدل يعني تمشي بوتيره كي نو ريسبكت با لي ديلي كونتراكتويل. ربما بعض المكتتبين يشتكون من تاخر اجراءات مؤخرا. لا هي الاجراءات كاين اجراءات قانونيه يعني كيدير ميزون دومور عندك ان ديلي ريغلومونتير كاين امور قانونيه اللي لازم نطبقها يعني ما فيش. وحنا الان يعني نتابع في جميع المشاريع على المستوى الوطني يعني بعد ما كان هناك يعني منذ شهرين انطلقنا درنا انطلاق لون ابليكاسيون اللي تخلينا نتبع لو سويفي شونتي بار يعني بار انترنت وفي الحين يعني راح هو الان احنا نقوم بلو سويفي تاع المشاريع تاعنا في الحين، والشيء اللي خلينا نهز قرارات في صالح يعني المشاريع لوكاله عدل. سؤال اخير فيما يتعلق بالاتفاقيه، هل يمكن ان نرى الشركات المصغره التي وقعت معها اتفاقيه في ربما في مشاريع ولا في خدمات اخرى تقدمها مشاريع وكاله عدل؟ هذه كمرحلة أولى يعني احنا اليوم قمنا بتجسيد الاتفاقية لا كونفونسيون دابليكاسيون هذه كمرحلة أولى، مشينا في تسيير الأحياء يعني مع لي زونتربريز أونساج اللي مختصين في النيتواياج وفي لا سيرفيونس وفي في الصيانة. هذه كمرحلة أولى، وماشيين في مشروع ثاني اخر انه نعمل مع المؤسسات تاع لونساج اللي هي متخصصه في جميع الـ يعني الاشغال اللي تخص عمليه البناء مثل لابلومبري مثل الدهن مثل يعني راح نمشي في الخطوه الثانيه راح يكون هذا هو المشروع اللي راح نجسده قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد بلعريب على المعلومات المقدمه. يلتحق بنا ايضا سيد المدير العام لوكاله اونساج. وقعت من صباح اليوم اتفاقية مع وكالة عدل للتسيير وتقديم بعض الخدمات فيما يتعلق بمشاريع والأحياء عدل. نعم نعم. هل أنت توفينا بتفاصيل حول العمل؟ شكرا أخي. على كل حال الاتفاقية تاع اليوم اللي مضيناها مع السيد المدير العام لوكالة عدل تأتي بعد إمضاء اتفاقية كانت مبرمة ما بين السيد وزير السكن والسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. وهذه اتفاقية ترمي إلى وضع تحت تصرف وكالة عدل له العديد من المؤسسات المصغرة لتقوم بأشغال اللي راهي مطلوبة على في الأحياء السكنية. وهذه الاتفاقية جات والله تعد هدف من أهداف الاستراتيجية الجديدة اللي تقوم بها الوزارة له المنتدبة الوزاره المنتدبه اللي المكلفه بالمؤسسه المصغره واللي ترمي الى انشاء او استحداث مؤسسه مصغره حسب الطلب. يعني اليوم ما نقدروش نمولوا مؤسسه مصغره الا اذا كان احتياج الا اذا كان طلب. ما هي عدد المؤسسات المصغره التي ستشترك في هذه العمليه؟ هي حاليا ما عندناش يعني الاخر رقم ما عندناش عدد، ولكن دونك نشوفوا على حساب الطلب على مستوى كل ولايات. وهي مبدئيا يعني يكون فيها عدد كبير من المؤسسات اللي حتستفاد من هذه المشاريع. متى سنرى هذه المؤسسات المصغره تابعه لأونساج في احياء عدل؟ يعني متى تدخل هذه الشركات تدخل حيز الخدمه؟ هي شركه